صباح الخير. صباح النور. ايه ده؟ هروب اتنين من مستشفى المجانين الدولي. مساء امس هرب المدعو بلحة والمدعو اخوه تمرة. بلحة وتمرة هربوا من انه نخلة دول. استني بس لما نسمع الخبر قولي يا راني. هذا وفور هروبهما انطلقت قواتنا التمرجية فورا للبحث عنهم في اوكار المجانين. هذا وتنوي يا جماعة يا جماعة اطفوا الراديو ده. ايه اذاعة رانيا الكبرى ساعة صبحية؟ معقولة؟ وبعدين في مجانين بيهربوا، المجانين ما يعرفوش يعني ايه هروب اصلا. سعليك يا عادل ما تقولش كده على المجانين، الناس دول 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 فيري انتليجنت، متصورش قد ايه، وبعدين بيعيشوا في ملكوت بتاعهم كده يجننوا. مامي العالم النفسي المشهور الملحمي ابراهيم ملوخيه كتب في بحثه الاخير. بحثه ايه بقى؟ كتب في حلته مدام ملوخيه؟ ويا ترى بقى مين اللي اشرف على البحث ده، الدكتوره منى عامر؟ استنى بس يا عادل، قوليلي يا رانيا الملاحيس دول هربوا في انهي منطقه؟ واحده في منطقة الجيزة وضواحيها، يعني على فكرة قريبين قوي جدا مننا. ايه قريبين قوي مننا ده؟ انا ومجنون يرضى يعيش معانا هنا في عش المجانين ده؟ لازم يبقى مجنون. على رأيك والله يا سناء، معقولة يعني هيخرج من عنبر مجانين يجي هنا هو على عنبر المجانين الكبير؟ عملت قول لي اجري وشد حيلك، شد حيلك لحد حيل ما تقطع، قطع وحيلنا الله يقطع حيلهم يا شيخ. المشكلة ان هم كانوا ماشيين بظهرهم عشان كده ما شفناش وشهم. يا عم ما تقلقش، انا شفتهم هما داخلين في الشارع اللي فيه القهوه. اقعد كنا حبتين كده نشربنا شويتين شاي وبعدين نقوم نمشط المنطقه. لو مسكناهم وخدنا المكافاه هتبقى لوز لوز اللوز. اه والله. انا شايف انت جايبني هنا اقول ايه؟ ما كنا شربنا هباب الشاي ده هناك وخلاص. لا بقى التماثيل بتوع تبص لي في الكوبايه اللي انا بشربها. بيحسدوك انا يا ابو الشاي. ايوه دول بقى شاربين اربع كوبايات قبل كده. انت هتضربني يا ولا ايه؟ لا امشي يلا امشي يلا. كل شويه على شرب كوبايه شاي. اوعى اوعى. ايه بقى دول؟ ها ها نو نو ست ست اهو ست اهو بقيت ست اهو. ايه ده انت بقيت ست؟ ايوه. ايه؟ ارمي ودن في بق مورستاني بيتقال رامي. وبعدين هلا يا رمزي، دلوقتي التمثال بتاع اله الكاراتيه عند قدماء اليابانيين ريحته وحشه، يالا انت ما بتحمموش ولا ايه؟ لا لو سمحت بقى يا دولا ما تفتحش الموضوع ده تاني معايا عشان ما نخسرش بعض يا دولا. يالا انا بهدي النفوس، يالا عايز يعني اظبط العلاقه اللي بينك وبين التمثال، لان ده تمثال شرس، ده عنيف، يالا ده ممكن ياخدك مقص كده يجيبك على الارض يشقلطك. لا يا دولا ده يعمل الكلام ده مع التماثيل اللي على الرف اللي جنبه، لكن انا لا، ده انا واخد بقى الشراب الاسود في الكاراتيه. اه يعني الكلام ده ما بيمشيش معاك انت. أوه. يعمل ده مع التماثيل التانيه. ده اهم حاجه بقى، الشراب اللي انت خدته باستيك ولا من غير؟ لا يا دولا هم ان شاء الله وعدوني لما اخسر البطوله اللي جايه هيدوني بقى الاستيك. بقول لك ايه، شكلنا هنقبض المكافاه وهتسقسق. الحمد لله جونا لحد عندنا والليله هيصه. دولا حبيبي لو سمحت يعني انا عايز استشيرك في فعل امر صغير قد كده. خش على النحو خش. انا كنت عايز يعني افصل بين التماثيل الولاد والتماثيل البنات عندنا في البازار علشان ما اقعدش بقى مصحصح لهم انا بقى واسكت يا واد بس يا بنت. يعني انت عايز تبقى نايم على طول ما تصحصحش خالص يعني؟ الله دول مسافرين خالص قاطعين تذكره ذهاب وعوده لمستشفى العباسيه. بقول لك ايه، انا هما نغشهم لحد انت ما تجهز الامصار. مساء الخير يا اساتذه. لا ما انا رايي كاب وعندي ثلاث تماثيل حطيتهم في النيش بصرف عليهم دم قلبي والله يا استاذ، ان انتوا تعملوا رفين، رف فوق للولاد ورف التاني لتحت للبنات. اه لو رف البنات تحت اوكي ماشي، عشان الولاد لو تحت هما هيقعدوا يبصوا على رجل التماثيل البنات. لا ما يصحش. لا طبعا صح يا دولا صح. وبعدين كل تمثاله تنام بقى في الكرتونه بتاعتها بقى علشان ما نقعدش بقى ذروتها. آه ايوه صح صح صح. طب ان شاء الله بينا بقى يا كتاكيت. ايه على فين؟ على البيت طبعا، تروحوا تشوفوا زمايلكم في عنبر ستة. وحشكوش جلسات الكهرباء هناك. كهربي ايه انتوا؟ ايه في ايه؟ احنا جايبين لكم مولد كهرباء فولته عالي. مولد كهرباء ايه؟ عشان تكهربوا كلكم، عشان تكهربوا كلكم. انتوا تكهربونا ليه يا كابتن؟ انتوا فاهميننا مجانين. يا دولا يا دولا هتشيك هتشيك وبتنزل. شرفتوا عنبر ستة. الله دولا ايه المكان اللي احنا دخلنا فيه ده يا دولا؟ ده مستشفى المجانين. ايه ده؟ ياه
انا حاسس يا دولة ان صدر انجرح. عايزه بقى ينجرح اكتر؟ يا دولة شم مواس يلا. ارقص يا حضري، خرت يا حضري، اهربت يا حضري. اهو ده يلا مشجع اهلاوي، وحصل له كده اول ما لقى الحضري سابه وسافر. دهب جاوب هتكسب، دهب دهب من غير ما تتعب، دهب دهب اصل السؤال بجنيه، دهب دهب. الله يا دولة، دولة الاستاذ صادق علام اهو. لا يلا ده مش صادق علام، التاني اسمه طارق علام، ده بيطلع وراه بقى على طول يلا، يقعد يشاور للكاميرا كده اهو، واي حد يفوز بجنيه ده بيروح يبوس ويسرق منه الجنيه يرجعه لطارق علام تاني. افهم يلا. اعزائي المشاهدين، معانا احد الشباب في الشارع. اهلا، ازيك؟ انا الحمد لله كويس يا استاذ. هو بيكلمك انت؟ بيكلم كتفي، مش شايف الهون عند كتفي ازاي؟ فيلم ايس كريم في جليم، كان كوبايه ولا بسكوته؟ صراحه يعني انا ما اشتغلتش الفيلم من اوله عشان كان ساح مني يعني. طب انا هسالك سؤال سهل شويه، عشان السؤال لازم يبقى سهل عشان الجنيه اديهولك عشان ما يضيعش مني. فيلم المواطن المصري رقم بطاقته القوميه كان كام؟ ها رقم بطاقته القومية صراحة ضاع منه في الحرب في 73، وهو ما عرفش يطلع رقم بديل يعني عشان البيروقراطية. لا 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 لا، تعال انت قصير. غلط؟ لا غلط طبعا، تعال انت قصير. انا هسألك سؤال قصير. مين؟ اكيد هو، ما فيش غير. اجابة صحيحة. الله اتفضل يا سيدي. اللي اقول لي معاك فكت 5 جنيه ذهب. شفت بقى شغل النصب، مش هديك الجنيه على طول، بيقول لك 5 بيعجزك يلا. لا لا مالكش دعوه، اخرج انت برانا يا عم. انا حبيت يا عم ماشي. انا حاسس بألفة بينهم يا عم. ماشي ابو ألفة. اتفضل. هو حضرتك ممكن اروح افكه من على الكشك اللي هو على اخر الشارع؟ لا يلا، كشك ايه، هتفك من عنده ذهب، روح لبتاع الذهب يلا يفكه لك 5 بسرعه. اقول لك فكه من عند ابو حديده. انه ده اهو. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. هو حضرتك ده صامت؟ لا ده متكلم. عايز ايه؟ صح، ده متكلم اهو. ما دام متكلم يقبض اكتر طبعا. لو سمحت يا استاذ ابو حديده، الاقي مع حضرتك فكت 5 جنيه ذهب؟ لا سيبك من دي. ايه رايك لما سيح لك دوت واعمل لك منه جنيهات صغيره؟ جنيهات حديد تسيحها؟ طب تسيحها ازاي يعني حضرتك؟ يا بني ادم انا عندي مصنع حديد هناك تحت بير السلم هنا اهو. هنا اهو. انت مش شايف البضاعه دي كلها قد ايه؟ اتفرج عليها بقى لما تسيح، هطلع بيها عمارتين بحالهم. عمارتين؟ الحق يا دولة، ده بيقول لك هيطلع عمارتين. يلا ما تصدقش اي حاجه، دول مجانين. بقول لك ايه، ما دام هتطلع عمارتين ما تشوف لنا شقه عندك كده لو سمحت. والله عندي اوضه شقه وطرقه عامله 1.5 مليون الا نص. اوضه شقه وطرقه. طب بقول لك ايه، يعني دي متهيألي سعرها كده عالي قوي، يعني الاسعار في المنطقه دي ما تقلش عن 3/4 مليون الا ربع يعني. الحديد غلي، الحديد غلي، الحديد ولع ولع يما، الحديد ولع ولع يما. ده الحديد فعلا غلي جدا، احنا اسفين جدا ما كناش نعرف، احنا مش عايشين يعني وما نعرفش ان الحديد ده ولع يعني. ولع ياما. ايوه احنا برضك كنا ما نعرفش الا ان الارض بس هي اللي فيها حديد. لا ده بالعكس يعني، عندك مثلا السبانخ فيها حديد. الحديد ولع ولع ياما. على فكره دولة الطماطم كمان فيها حديد. الحديد احمر. احمر ياما. الطماطم فعلا فيها حديد، يا نهار جنان. طب متشكرين جدا يا استاذ ابو حديده، متشكرين جدا. دول انا ارتحت للراجل ده. يلا خلي بالك يلا، كل اللي هنا دول مجانين. ايه؟ جون! ما عرفتش اصدها، ما عرفتش اصدها. يلا يا كتاكيت، وجبه الكهرباء جاهزه. انا الاول، انا الاول، انا الكابتن والشر اهي. لا مش كل شويه انت الاول، انا نفسك كهرباء ابوس ايدك. من فضلك اديني وصله. ايه ده ايه ده، الحق دولة، دول بيتخانقوا على الكهرباء. ايوه يا ابني، عشان الكهرباء غليت والحديد ولع. ولع يا امه. الحديد ولع. ولع يا امه. الحديد ولع. ولع يا امه. انا الكهرباء، انا الكهرباء، انا الكهرباء، انا الكهرباء. لا لا كده عدى تلت
النهار ولسه ما ظهروش. انتوا بيه في البازار شوفيه فين؟ كلمته اكتر من مره ما حدش بيرد عليا. يمكن المدهو اللي اسمه رمزي كسر البضاعه فعادل راح يجيب غيرها. نيفر ايفر. عادل مش كده خالص. عادل الرومانسي ما بتحموش الماده على الاطلاق. يمكن عند مراته الثانيه يا ماما. هاو دير يو سي ساتش ثينج. ازاي تقولي حاجه زي كده؟ هتتقطع لسانتك يا رب. اولا انا لا يمكن تكون لبنتي ضره. ها انا بنتي الزوجه الاولانيه والاخرانيه. يا جماعه انا قلبي متوغوش وانا قلبي لما يتوغوش يبقى ابني في خطر. شوفي يا حماتي اخشى ما اخشاه ان يكون حصل له حادث اليم عصيب جريمه او ربما تكون او ربما يكون قاعد مع اصحابه بيشيش او مع صاحباته بيشيش ومش معبرك. استر يا رب استر. طب هنفضل كده قعدنانين مش بنعمل اي حاجه؟ ما ننزل ندور عليه. يعني نعمل ايه؟ نحطه على النت ونحط جوجل ونحط عاد ونعمل سيرش؟ لا انا هنزل ادور على عادل. هندور عليه في الحارات وفي الشوارع وفي النجوع. يا جماعه عادل ضاع في شارع السكوت. كويس قوي. انزلوا كده كلكم برابطه المعلم انزلوا دوروا على عادل وسيبوا لي البيت بقى استجم واقعد فيه براحتي ولما تلاقوه موبايلات. يا سلوم. وانت فاكره ان احنا هننزل مش هنرجع تاني؟ نو يا حبيبتي نو. احنا هننزل وهيرجع معانا عادل وهنجيبه واحنا منتصرين. ليه بتدوري على عادل نصر الدين؟ يا شيخ انت قلبك حجر ولا ايه؟ ده اخوكي اخوكي. ما يا ماما انت اخوكي تعبان قوي. واحد غاب 3 4 ساعات ايه اللي حصل في الدنيا؟ تلاقيه بيعمل حاجه وراجع. بس حرام عليكوا. الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعه. الوقت وداعمنا. يلا قوموا شدوا حيلكوا قوموا. يلا المره هاتي السكينه من المطبخ وغزي بيها ساعه الحائط. لا انا هغز بيها عنيناتك. يا اختي يا اختي اكسبي منها. تعالي نروح نغير هدومنا. يلا يلا امشي. واثناء ما احنا بنلعب بيل قامت بقى في بليه قامت اتشقلبت كده هون ووقعت بقى في الترعه. ها يا حسن يا شحاته يا معلم خلي الشبكه بتاعتي تتكلم. البس يا نجم. والسؤال دلوقتي اعزائي المشاهدين، البليه كانت بتعرف تعوم ولا لا؟ اكيد طبعا كانت بتعرف تعوم، يعني بدليل ان البلي كله بيعوم. بس دي كسفت حضرتك لانها مش عايزه تلبس المايو. زي ما تقول يا حبيبي كده قال بالظبط. انا بقى قمت مقطع الجلابيه بتاعتي يا رجاله شعن وراجل. قمت مقطع الجلابيه كده وقمت ناطط في الدرعه ورا البلي علشان انقذها. وانت شهم طبعا انقذتها وعرضت عليها الجواز بعد ما حبيتها واشترطت عليها ما تلعبش مع بقيه البلي في الشارع، صح؟ لو سمحت لو سمحت يا دولا بص ما تقطعنيش كل شويه وانا بتكلم مع اصحابي حبايبي وبفتح قلبي ليهم. انت مش بتفتح قلبك، انت بتفتح درج البلي يا ابني. سيبه لو سمحت ابو الكباتن. سيبه سيب القائد يتكلم. قول قول يا حسن يا شحاته يا معلم. انا اسف جدا. اتفضل يا استاذ يا معلم يا قائد. يا نهار ابيض انا اصلي من المعارضه يعني بقى. انا رمزي مش قادر عليه. يا رب تبعت لي منه شويه اجزاء. وفجاه كل البهايم بقى والحمير قاموا معترضين. ايوان اعترضوا زيكم كده بالظبط. قال ايه؟ علشان احنا بنعمل دوشه واحنا بنلعب كوره. اه ما ممكن برضو الكره تيجي في الازاز بتاعه الزريبه يعني تكسره. وبالطبع انا بقى ما سكتش بقى ولا ازاز ولا بتاع. بس برضو هما بقى رخموا بقى وقعدوا يرش علينا ميه وقاموا شايلين طوب العارضه بتاعه الاجوان. اجوان ارقص يا حضري. اجري يا حضري. ركض خطة يا حضري. ارقص يا حضري. يعني بعد اذنكم يا عقلين، يعني بعد اذنكم ما دام كده كده يعني عندنا المواهب ما شاء الله، الاستاذ عصام العضري والاستاذ طارق علام والاستاذ ابو حديده والاستاذ رمزي هتلر القائد الكبير، ايه رايكم نستغل الوقت ده ونلعب ماتش كوره؟ لو كسبنا نطفي النور وننام. اتفقنا؟ ماشي يا دولا. بس في يعني افرض ان شاء الله ان شاء الله خسرنا. لو خسرنا مش هيبقى لنا نفس نحتفل فهنطفي النور وهننام برضو. ها ماشي يا دولا ماشي. يلا بينا يلا بينا يلا بينا. لو ما جيتيش جون هرجعك سوق العبور، فاهمه؟ وده شوطه على السكين ولا ايه دي؟ عادي يا دولا عادي. هنخلي الجون بتاع على شكل تلاجه. اه صح. ونخلي العيال اللي واقفين ورا الجون اول ما شوط يلموا هم البذر بقى. اه صح يا دولا. بقول لك ايه يا دولا، ايه رايك ما نستنى شويه كده يمكن البطيخه تسقع وبعدين بقى علشان الماتش يبقى ليه طعم. يا ده احنا لسه هنستنى على ما البطيخه تسقع. احنا عايزين نلعب رياضه ونحل بالمره. يلا ماشي يا دولا. خلاص يبقى تدوني وقت اسيح لكم حته الحديده دي وابني لكم بيها عرضه.
انت الحديده دي محيرك من الاول، انت مش لسه باني بيها عمارتين؟ شكلك كده بتغش في المونه. لا اوعى يا ابو حديده، اوعى تغش في المونه بتاعت الجوان بعد كده علشان الحاضر ما يقعش عليه المعارضه. حاضر حاضر يا قائد حاضر. يا سلام على حنيه قلبك يا معلم. خايف انت اوعى الحاضر يا درامز. لا يا دول انا خايف على البطيخه، لحسن العارضه تقع عليها تتكسر ما نعرفش نلعب كوره. ياد كده كده هنلعب كوره يالا، عارف ليه؟ ليه يا دول؟ عشان كل اللي هنا دول مجانين. والحديد ولا درامز عندك اتنين شاي مع قهوه زياده وحلبه حصى. يا ابني يا ابني تعالى، احنا بندور على واحد اسمه عادل. عادل سعيد مصري اصيل. عادل سعيد يا مثبت العلقه في الراس والورقه في الكراس. يا ابني في ايه؟ انا امه في ايه؟ خرج منها لابس القميص. يا سلام، طب ما هو طبيعي انه يبقى لابس القميص لان انا اللي كويه الصبح قبل ما ينزل. يبقى الموضوع في حريم بقى وانت اللي مسلماه. يا ابني انا اللي غسله له القميص والله. ويهون عليكي ضناكي. يو انا بقى ابقى حماته، انا اللي حاطه له زرارات في اللياقاتوس بتاعته. يبقى انتوا بقى منمرين من يوم ما اشتريتوا له القميص في فتره الاوكازيون. لا لا لا، الحقيقه مش احنا اللي مشترينه القميص بصراحه، انا اخته هي اللي دفعت ثمنه واشترته له. اخته؟ يا جماعه ده انتوا عيله لحم ودم، ولا مغزى المنوكير ما يطلعش من الدوفر. عموما يعني هو موجود، اللهم احفظنا رب واحفظ حالمنا، في مستشفى المورستان التخصصي. ايه بتقول ايه؟ مستشفى جننتوه؟ احنا اللي جننا. ايوه قلت له هات 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 لما رب بتقول لي هات هات. انت اللي وراثه. وراثه ايه؟ يلا روح نشوف. يلا يلا أعزائي المشاهدين، باقي من الزمن 8 ساعات متواصلة وما زالت ضربات الجزاء التشجيعية هي سيدة الموقف. ها جاهز؟ جاهز يا دولة. يلا حاضري، عايزك تصدها بقك. يلا دول انا خايف اشوطها تطلع قرعه. ياد البيلينج ده على السكين ياد، انت بس سمي وان شاء الله تبقى حمرا يا رمزي. يا رب يا رب سهلالي زي ما سهلتها لسعيد عبد الغني في ماتش هولندا والبرازيل. يا رب ماتش هولندا والبرازيل، ومصر كانت بتعمل ايه ساعتها؟ كانت هي الجمهور. شوط بقى نفسي هز الشبكه بقى، نفسي هز الشبكه بقى. شبكه وبطيخ، نفسك في حاجه تانية قبل ما تشوط؟ ماشي يا دول ماشي. شوط هشوط اهو، شوط اهو، هشوط اهو، شوط هشوط اهو، هشوط اهو، هشوط يلا ما تشوط يلا وخلص، ما تجننيش. مش هدول هشوط اهو، هشوط اهو. جاتكون جاتكون فاول فاول على السرير. طردوا لي السريده، السريده طلعوا لي بره، طلعوا لي بره. تعالوا تعالوا بقى المره دي بقى يا دوله بقى، ده مهما كان برضو سرير محترف. لا معلش، السرير ده مش اول مره يعملها، قبل كده وقع المولل على ال 12 لعيب، طلعوا السرير ده بره. يا دوله بقى هات لي بقى، هات لي قاوت ولا جورنال ولا اي حاجه. جورنال؟ ما انا لسه مديك اوف سايد من شويه. يلا هجيب لك منين؟ هجيب لك منين؟ طب بص يا دوله، اديني حتى بلينتين. بلينتي ايه اللي اديهولك؟ يلا ما انا كنت جايب معايا شويه بلينتيات، بس عشان الماتش طول البلينتيات اللي عندي خلصت. عامل ايه ده؟ بص حتى الصفاره شحنها خلص. يلا يا دول اتريني عمال تصفر لي وانا مش سامع يا دوله خالص. طب بقول لك ايه، ما تستلف من الهاينز مان. الهاينز مان هاخد منه ولا ايه؟ ولا ايه يعني؟ ده راجل غلبان وانت ما تجوش غير على الغلابه. ده الراجل لسه هيجيب مسحوق غسيل ويغسل العلم اللي بيحطه في الكورنر ده وينشره عشان النهائي بكره. يلا ايه ده، هو بكره جه يا دوله؟ امال ايه، جه امبارح. يلا جاهزين؟ الحديد ولا يا دكتور يا دكتور اهدأ الحالة جاهزة. يا بروفيسور 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 بلح أرجوك، زوجي عادل بكامل قواه العقلية. طب والماتش اللي جوه ده هنشوفه خلص ولا هنقضيها هدف ذهبي؟ ماتش يا دكتور، أنا عايزة أقول لحضرتك حاجة، إن عادل ده شاب كله رياضي وما بيشربش تجاير وعمره ما دخن. بص بقى يا دكتور، بص يا دكتور، لو أنتوا حاجزينه عشان الفلوس أنا مستعدة أدفع الحساب. بص أرجوك وأرجوك وأرجوك تخرجوه. هنخرجه بعد ما ننضف له ودنه عشان عنده التهاب في الأذن الوسطى، مفوتها على الآخر. شوف يا دكتور، أنا لا أنكر إنه أحيانا
فعلا عادل كان بيصاب بحالات ذهنيه متفرده، بس على فكره ده ما كانش شيء ثابت، ده كان بيجيله كده لما يجيله اكتئاب. لكن لو نظرنا لكتاب البروفيسور العظيم ابراهيم ملوخية هنلاقي انه تعدد الذهن ده بيحصل في الحالات اللي هي بتبقى فيها كده فيها كده. بس احنا ما نقدرش نعرف حاجه غير لما ندوق ونغرف. ابراهيم ملوخيه قلت لي على كده. بص يا دكتور، بص نعم. يا دكتور، لو انت عايز تاكل ملوخيه انا مستعده اعمل لك ملوخيه في دقيقه وتاكل صوابعك وراها، بس ارجوك 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 اطلق سراح ابني. يا حضره الضابط ابوس ايدك يا حضره الضابط، بريء والله بريء. ما عملش عسكري يا ضابط. مين ضابط مين؟ انتوا اللي عايزين تتظبطوا. انتوا اخر مره اتكهربتوا امتى؟ انا عارفه انا عارفه انا كهربت سنه 2000، يعني في غضون من 2000 ل 2001 كنت بعمل العصير لابنتي ياسمين في المطبخ، وكان اللي هو اللي بدل اللي بيعمل العصير ده راح مفوت، فروحت لاسعه بقى. وانت يا حاجه؟ انا بقى هقول لك، انا بقى كهربت لما كنت بتصنت على التليفون، بس ربنا عمل فيا كده عشان يبقى في حكمه، عشان يقول لي ما تتصنتيش تاني، عيب عيب عيب. طبعا. والاخت ام الالوان المتعدده. انا بقى كنت قاعده باخد بنسولاي كده في الشمس، وبعدين انا نفسي هفتني على فشار، رحت رايحه علشان اجيب الفشار، وبمسك الفشار كده لقيت كهربا 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 وصحيتني، ومن ساعتها بقيت كده يا دكتور. طب اقول لكم ايه؟ ايه يا بلح؟ اقول لكم على حاجه. قول احنا جايبين جهاز كهربا جديد بالقسط. يلا بينا عشان كهربكم. عموما احنا بنعتذر، ده خطأ مقصود او مش مقصود انا مش واثق. تعتذر ايه حضرتك؟ حضرتك يعني ده انا اتمرمطت جوه، ده في واحد اسمه ابو حديدة ضربني بالحديد على كتفي، من ساعتها بص مش عارف احرك ايدي خالص. كذاب كذاب. حضرتك ابو حديدة ده انسان نبيل وشهم وظريف والله، وبدأ من الصفر لغاية لما بسم الله ما شاء الله وصل لغاية لما بقى على الحديد. مع الحديدة يعني تحت الصفر يا غبي كده هنتحبس تاني كده، هيدخلونا جوه تاني مع المجانين. انا نفسي ادخل جوه، انا نفسي ادخل جوه. ما انت شرفنا بيكم، اتفضلوا انتوا دلوقتي، ولو عزناكم هنبعت نجيبكم. سيبوا لي تليفوناتكم. قوي قوي، هات تليفونك هات تليفون. اتفضل اتفضل، ادي تليفوناتنا هنا. اتكل على الله. السلام عليكم. السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته. ولا رمزي 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 تعمل ايه يا ده؟ أدولة ما أقولك أدولة، لو سمحت يعني امديلي على الورقة دي. دي استقالتك؟ موافق طبعا. لا يا دولة، دي طلب زيادة 5 جنيه في المرتب، بس امضيها لي بسرعة بسرعة دولة. انت بتتقلط عليا انا؟ امضيها لي بسرعة بسرعة. انت عايز زيادة ليه؟ ما انت واكل شارب نايم هنا وببلاش، يعني عايز زيادة تعمل بيها ايه؟ وافترة وخلاص؟ ايه دولة؟ علشان انت مش عارف تقدر مواهب يا دولة. مواهبك في ايه؟ انا معرفش ليك اي مواهب خالص غير مواهبك في النوم مثلا، بتنام ما شاء الله براحتك، مواهبك في الاكل بتضرب زي ما انت عايز، ليك مواهب تانية ولا ايه؟ ايوه دولة، انت نسيت اهم موهبة عندي دولة. انت بس لو تسيبني يا دولة ادير انا بقى البازار ده، هو بقى بطريقتي. بطريقتي انت تعمل لي فيها حسن شحاتة؟ طريقتي 4-2-4. لا يا دولة، انا الطريقة دي يا عم جربتها قبل كده وما نفعتش، لانك ما بتحاولش انك تشجعني ان انا اطلع اللي جوايا دولة. ايه اللي جواك يا عم الحصالة؟ جواك يا تستهبل يا ده، انا عارفك وحافظك يا. لا يا دولة، بص انت بنبرتك دي يا عم خايف ان احزمك. تهزمني ولا ده؟ انت ما تعرفش الفرق بين ورق البردي وورق البفرة. لا يا دولة انا عارف طبعا عارف، ده انا سايب بصمة في كل المكان. بصمة؟ بصمة يا ابو بصمة؟ بصمة ايه؟ بصمتك انك بتسيب لي شويه سندوتشات الفول والبقايا بتاعتها في الادراج وفي كل حته، هي دي البصمه؟ ولا الفيران اللي عماله بترمح جوه في المخزن، هي دي بصمتك يا ايه ده دولة؟ الفران اللي جوه دي يعني يا عم، ده انا باكلها كل يوم، ده انا بحسبك بتربيهم. بربيهم ليه؟ فاتح جمعيه الرفق بالفران ده، انت عامل لي مصيبه في كل حته، بصمه في كل حته، حتى الحمام معلق لي يافطه، ممنوع الاقتراب والتصوير، الناس هتصور ايه ولا تقترب؟ بس 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 بس، انا حتى الفران دي عايز اشوف لها حل، اجيب لها مصايد، اعمل لها سمع، مش هعتمد. اوعى 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 من خلقتي، انا هخش المخزن واشوف انا. اوعى دولة. طب حاسب يا عم بقى، الخشبه اللي قدامك دي انا ساند بيها الرق. دولة بابا.
انا فين؟ فين؟ عادل ملك يا حبيبي. انتوا مين؟ مين؟ يا حبيبي انت مش عارفنا؟ انا مش عارف حد. انتوا مين؟ انا فين؟ انا مش فاكر حاجه. دكتور لو سمحت طمنا من فضلك. واضح ان المريض فقد الذاكره. فقد الذاكره؟ طب طمنا دكتور، يعني هو هيشوف تاني؟ رمزي اطلع بره بغباءك بره. طب والعمل يا دكتور؟ الطبيعي في الحالات اللي زي دي بنحاول نفكره كان عايش ازاي من غير ما نضغط عليه. مين اكتر واحد كان المريض بيتعامل معاه؟ كان بيتعامل معانا كلنا. او نو نو، هو كان بيتعامل مع رمزي اكتر واحد. استاذ رمزي. استاذ رمزي، حاول تتعامل معاه زي ما كنت بتتعامل معاه قبل ما يفقد الذاكره، وحاول توريه كان عايش ازاي. بس ولا يكون عندك فكر خالص، ده انا هوريه. في علمك يا زي ما فهمتك قبل كده، انا ليا 90% من البازار ده كله. ها بس انا سايبك براحتك علشان صورتك قدام اللي في البيت عندك. وعلى فكره كمان الشقه اللي انت قاعد فيها دي انا ليا فيها نصها على فكره. وحضرتك يعني سايب الشقه وجاي قاعد هنا في البازار؟ يعني واضح ان حضرتك يعني كريم. يا انت اسمك ايه؟ اسمه رمزي. رمزي؟ والله يعني كتر خيرك يا رمزي. ايه ده انت هتعمل فيها فقد الذاكره وكده؟ اسمي استاذ رمزي. استاذ ما تنساش نفسك يا استاذ رمزي. حضرتك مدرس يعني استاذ ولا اكيد مدرس تاريخ ما دام حضرتك فاتح بازار يعني؟ بص اثر في الكلام اثر. ادخل يلا غور من وشي، هات لي كوبايه ميه. يلا كوبايه ميه. حضرتك رجليك بتوجعك يعني عايزني اجيب لك انا؟ حاضر اجيب لك ميه. حاضر بسرعه. بينها لعبت معاك يا دي ابو الرماميز. يا دي عادل بسرعه بسرعه بسرعه. ايوه استاذ رمزي. ايه اللي ايوه ساعه بتجيب كوبايه ميه؟ ايه ده؟ بقول لك ايه، حسك عينك بعد كده هو الاستاذ رمزي يبعتك في حته تتلكع عليا. ها يا غبي يا غبي غبي، ده باين عليا كنت مرمطون في البازار يعني. يلا ادخل بقى امسح البلاط دون علشان تلحق تغسل الشروات بتاعتي قبل ما تروح. حاضر يا استاذ رمزي. حاضر. خد. ايه ده وانا لسه كملت كلامي؟ حضرتك اكمل كلامك ايه؟ لسه كملت. هتمشي كده وانا حاضر وماشي؟ حاضر. اعمل ايه انا؟ المفروض اعمل ايه يعني حضرتك؟ اسمع الكلام وانت خالص. حاضر وهسمع الكلام وانا خالص. حاضر. يكون في معلوماتك يا دي عادل. ها انا سايبك بس كده هون عشان انت ابن عمي، محسوب ابن عمي، مش عارف اعمل ايه. انت عارف انت لو حد تاني ده انا كنت افتريت عليه. ده انا مفتري على فكره. ايوه لا حضرتك يعني ما شاء الله. لا حنين والله يعني يا استاذ رمزي، يعني ربنا يخليك لينا يا استاذ رمزي حضرتك يعني. وياما حاولت اطردك بس امك بقى تقعد تتوسط ليك وبقول ماشي عشان انت ابن عم. والله يعني حضرتك واضح ان انت عامل حساب لصله القرابه وللعيش والملح يعني. ويكون في علمك بقى يا عادل انت من هنا ورايح شهر بحاله مش هتشوف غيره العيش والملح. حضرتك هقعد اكل عيش وملح؟ يعني انا اسمع ان في فول وساعات بيبقى فيه طعميه باين وبيقولوا فيه بتنجان مخلل يظهر ولا ايه؟ ايه ده انت هتقعد تفكر وتقول يمكن هو العيش والملح وبس. عادل فاكر المكان ده يا حبيبي؟ يعني صراحه مش فاكر. بس هو انا كنت بشتغل ايه في المكان ده؟ يعني كنت انا اللي بمسح البلاط ولا ايه؟ بلاط ايه يا بيبي؟ انت كنت مره مديني ميعاد هنا وانا جيت قعدت استنيتك، وانا قاعده بستناك في ثلاثه عكسوني قمت انت جيت وشفتهم وخدتك الشجاعه ورحت شتمهم. الله، ده انا كنت جامد قوي بقى وانا مش واخد بالي. جدا يا حبيبي، بس عايزه اقول لك للاسف الشديد راحوا معلقينك في المروحه. الله، ده ما كنتش جامد بقى ولا حاجه. جدا يا حبيبي. عادل ثانيه واحده. بس مكان حلو يعني صراحه. هي دي الحالة اللي أنا قلتلكوا عليها، أرجوكوا لازم نساعده عشان نرجع له الذاكرة. أرجوكوا ما تنسوش. ها اتفقنا؟ كله تمام يا مدام. أوكي. عادل يا حبيبي. بيبي فاكر لما كنت بتغير عليا؟ أنا غير عليكي؟ ليه؟ مناسبة إيه يعني؟ غير إيه يعني؟ مثلا حد كان بيزغزغني ولا؟ صحيح يا جدعان، سير الحي تلاقى. حضراتكوا تعرفوني؟ عادل دول التلاتة اللي عكسوني فاكر؟
اللي علقوني في المروحة؟ أهلا وسهلا أهلا وسهلا، منورين والله يا كباتن. تشربوا إيه؟ يا متر يا متر، شوف الكباتن يشرب. لا متر إيه؟ أنتوا عايزين 3 متر على الأقل. يا 3 متر يا أهلا وسهلا أهلا وسهلا. صباح الفل يا جميل. صباح النور، أهلا وسهلا، منورين يا كباتن والله. أنت يا فندي، إحنا بنعكس مراتك. تعكس مراتي؟ هي فين دي؟ أنا معرفهاش، فين مراتي؟ دي نسيت تاني يا بابا. دي امي اللي هي مرات حضرتك اللي اسمها رانيا. يعني مراتي هي مامتك واسمها يعني احنا قرايب. دي استنى ما تقوليش، دي امي اختي؟ لا حماتي. لا يا بابا، دي انا بنت حضرتك ياسمين. نسيت تاني. معلش انا اصلي بصيت كده شويه ورجعت تاني فنسيت، فانا معلش انا اسف انا اسف. مش مشكله مش مشكله. بس دي امك اللي هي يعني ايه تيتا انعام. انعام امي. ودي حماتك اللي هي مجيده. حماتي مجيده. تمام تمام. ودي دي بابا فاكر الوقت ده؟ ايه القطر ده؟ يعني القطر ده ليه علاقه باللي حصل لي؟ يعني هل القطر ده لما خبطني انا فقدت ذاكره ولا ايه؟ لا يا بابا، ده اللي انت اشتريته لي في عيد ميلادي الخامس. عيد ميلادك الخامس؟ تصدقي كنت فاكر ان عيد الميلاد ده بيتعمل مره واحده بس في السنه، بيتعمل 5 مرات. لا ما انا ساعتها بقى كان عندي 5 سنين. عيد ميلادك الخامس لما بقيتي 5 سنين. طب وانت عندك كام سنه دلوقتي؟ 10. يعني انا جبت لك القطر ده من 5 سنين. بس برافو عليكي والله. ايه ده محافظه عليه، شاطره. ايوه. طب بص بقى. بص قولي دي مين بقى؟ دي نسيت تاني يا بابا. حرام عليك، بقى لي ساعتين بفكر فيه. ساعتين؟ يا نهار ابيض، ده انا اتاخرت جدا على الاستاذ رمزي. هو عارفه طيب قوي بس ساعات بيقعد يشخط فيا. الاستاذ رمزي. ايه غلط ان اقول له الاستاذ رمزي؟ اقول له ايه؟ اقول له رمزي بيه. رمزي بيه. يا دي عادل. ايوه رمزي بيه. عادل خد بسرعه يا غبي. ايوه فاهم. ساعتك كام؟ 2:30 حضرتك. 2:30 دي بقى ما بتفكركش بحاجه؟ بتفكرني بايه؟ ايه ده ايه ده؟ انت خايف ولا ايه؟ ما تخافش يا ابني، احنا اولاد عم وانا هضربك. احنا حضرتك بتفكرني انها قبل 3:30 او بعد 3:30؟ بعد 3:30. لا بتفكرك بالايس كريم بتاعي. حضرتك انت ضارب لغايه دلوقتي 3 ايس كريم يعني. ايه ده؟ انت هتعد عليا؟ هتعد عليا؟ يلا يلا نجر امشي وهات لي علبة الكشري وانت راجع. يلا اجيب لك حضرتك علبة كشري. يا حضرتك انت لسه ضارب 2 مهلبية، هو انت بتحلل الاول وبعدين تحبس بالكشري يعني؟ انت هتقعد تبص لي في اللقمة؟ لا حضرتك انا هكتب، يعني انا هكتب عشان ما انساش يعني. اكتب على الله بس. بتعرف تكتب ولا ايه؟ حضرتك انا لقيت نفسي دي الحاجة الوحيدة اللي انا فاكرها يعني. حضرتك اوامر الاستاذ رمزي، تحت امرك يا فندم. اكتب عندك انت تعدي على القهوه بتاعتي تجيب لي الطلب بتاعي. انا اسف يعني معلش، هو ايه الطلب؟ وانت كل شويه هقعد معلش معلش هقعد افكرك. حضرتك معلش انا هكتب اهو، هكتب. انا كاتب بحضرتك كنت طلبت سحلب وبعدين طلبت عناب وبعديها ب 10 دقايق جبت لك جنزبيل وشاي وبعدين جبت لك قرفه وبعدين قهوه ساده وبعدين قهوه زياده. انا اسف يعني، هو حضرتك بتطلب طلبات الشهر كلها النهارده يعني، ولا انت مثلا بتعمل ايه، ولا انت شريك في القهوه؟ انت هتفكر هتفكر. انت مالك انت مالك؟ انت تسمع الكلام وانت ساكت خالص يا غبي يا غبي. يلا يلا نجر، وبعدين وانت راجع ما تنساش تعدي على الجرايتلين عشان تجيب لي الملابس بتاعتي. جرايتلين. جرايتلين. ايوه اكتبها صح، جرايتلين. وبعدين يا عادل انا خلاص يعني قررت اتجوز اختك سناء. حضرتك يعني انت كنت الفتره اللي فاتت ما اتجوزتهاش ليه وجاي تتجوزها دلوقتي؟ يعني انت كنت ناسي برضو ولا ايه؟ لا يا لفهم يا لا، يعني انت فاهم يعني ان الدنجمانات اللي زي يعني عندهم بقى مغامرات حول البلاد، فانا الحمد لله لما خلصت البلاد قلت بقى اتاهل واتجوز سناء. يلا اتجوز سناء. والله يعني وانا في ديك الساعه اما حضرتك تتجوز خالتي يعني. يا ابني افهم، ضحكتني يا دي عادل والله. افهم يا ابني، اختك اختك، وبعدين يعني جحا اولى بلحم طوره. طب حضرتك انا اسف بس حضرتك تبقى جحا ولا طوره؟ انت هتغلط؟ انا الطور. طب فاكر يا
زعلان يا حبيبي لما كنت بتلعب في الشارع وبعدين بنطلونك اتقطع وبعدين سناء مسكت البنطلون وقعدت تخيطه. استنى بس هقول لك انا بس ايه. انت كنت بتلعب في الشارع كده هو. ايه عادي افتكرت يا حبيبي؟ لا ما افتكرتش. طب انا بقى هفكرك. افتكرت يا حبيبي؟ لا. انا يا عادل بقى اللي هفكرك، لان يا حبيبي ذكرياتنا كلها مع بعض. فاكر واحنا صغيرين افتكرت؟ لا مش فاكر، بس واضح ان انت شريره قوي يعني. طب خلاص يا جماعه سيبوني بقى انا اللي هفكر. بص يا ابي انا هفكرك بشويه حاجات دلوقتي ذاكرها هترجع لك حالا. ايه ده؟ انا مش فاكر حاجه خالص، انا مش فاكر حاجه خالص، انا مش فاكر حاجه خالص. هابيك شيشيك دبع كش ملك 10 37. لا انا عايز الله 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 الله. انا بكون البازار قهوه، انا بكون البازار قهوه. رموز حبيبي والله يعني انا حضرتك قلت اتسلى شويه يعني على ما حضرتك تيجي. يعني انا اسف يعني حضرتك يا رموز حبيبي. تتسلى ايه يعني دلوقتي؟ افرض في حد دخل عليا دلوقتي هيقول علينا ايه؟ صيح هتبوظ لي شكله قدام السياح. بس معلش مش قدام صحابي، انا مشيهم وانا مشيهم حضرتك وهتصرف. حاضر ماشي يلا بسرعه مشيهم وبسرعه وكل حاجه ترجع مكانها كل حاجه. حاضر حاضر هلم الدوم انا وهظبط كل حاجه. غبي يا غبي. حاضر حضرتك معلش يلا اتكلوا على الله. ده مكان اكل عيش، ازاي تيجي تقعدوا في مكان اكل عيش؟ هنكمل بعدين اول ما يمشي. ها يلا كشم له. نفض له نفض. حاضر حاضر هنفض له هنفض له. حاضر. انت عارف يا دي عادل لو ده حصل تاني ايه اللي هيحصل؟ حضرتك صحيح، ايه اللي هيحصل؟ وانا بسالك يا غبي. حضرتك يعني انا اوعدك ان ده مش هيحصل تاني ومش هيتكرر تاني حضرتك يعني. خلاص هعديها لك يا عم المره دي. قول لي بقى الشغل عامل ايه في غيابي الكتير اللي انا بقعد اغيبه ده؟ حضرتك الشغل ماشي زي الفل الحمد لله يعني، ومفيش اي حاجه وما غلطتش ولا غلطه الحمد لله النهارده. ايه ده ما غلطتش ليه؟ ماشي. وايه دي؟ ايه فرده الشبشب؟ هتطلع على المكتب فرده الشبشب؟ حضرتك اصل كان في سايحه جت هنا اهو في البازار، حضرتك كانت عايزه تاخد شويه تماثيل وبعدين الفلوس اللي معاها ما قضتش، فروحت انا بقى ايه فكرت فكره ان انا اخد منها بقى فرده الشبشب دي رهن على ما تجيب بقيه الفلوس. فرده واحده يخرب بيتك، فرده واحده يا ابني. انت كنت ما كده ممكن تمشي على رجل واحده يا عادل، انت كنت ممكن تاخد منها الفرده الثانيه على الاقل وكنا نعرف نبيع الشبشب كله. الشبشب كله. خلاص حضرتك المره الجايه هاخد منها الفرده. حاضر 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 ماشي. وعلشان بقى ما تنساش تاني وكل شويه بتغلبني، ها هات الكرباج اللي وراك ده عشان هتنضرب. لا حضرتك بلاش الكرباج والنب بلاش الكرباج. هتنضرب يعني هتنضرب يعني هتنضرب. حضرتك يعني بلاش الكرباج لانه بيلسع جامد. بلاش الكرباج حضرتك. هات الكرباج اخر مره اخر مره وبعد كده اي واحده بقى مش هتدفع الفلوس كامله هاخد منها الفردتين. طب استنى افرض انت بقى ايه قعدت ناسي كتير ومفتكرش حاجه خالص، ينفع انا بقى اخد منك المصروف مرتين في اليوم الواحد؟ مرتين تاخدي مصروف طبعا. هو انت اسمك ايه؟ حسنات. حسنات ده اسم حلو قوي يا حسنات. ياسمين عيب كده عيب كده تضحكي على بابي. هو لو كده هيقعد عادي ويعيش عادي زي ما كان عايش يعني، في ايه؟ هي عادل انت لسه صاحي يا حبيبي؟ ما انا مش عارف انتوا بتناموا الساعه كام بالظبط يا طنط. طنط ده نمك. ده نمك مين يا سنحات؟ ايه يا رامي ايه يا رامي؟ مش تسيبي عادل يرتاح شويه ولا خلاص انعدم من عندك التمييز؟ يا بنتي في انت جايه تعلميني الادب في بيتي ولا ايه؟ ما تحترمي نفسك يا سنحات. طب تقصدي يا رامي؟ مقصود كيسي يعني. بحسب انت خلاص. انت دوش شات اب. مش معقول اسواتاتكم جايبه اخر الشوارع والناس مش عارفه تنام. ايه ده؟ هو معقوله الشارع كله لسه صاحي لغايه دلوقتي؟ على فكره بقى يا جماعه ابي عادل صعب جدا جدا ترجع له الذاكره في الجو الغريب ده. معقوله؟ اوعي تمثلي اكتر من كده احسن. افتكري بتحبي عادل اكتر واكتر. ده اللي حصل له في حياته القرف اللي هو فيه ده من الزحمه اللي في بيته. أيوة. ايه ده في زحمه؟ في زحمه. بصوا اهم حاجه بقى ما دام في زحمه يا جماعه هاتوا اشرج اللي هو بتاع المرور ويقف ان هو ينظمها في الصاله ان شاء الله. بقول لكم ايه بقى انتوا يا عريرين انتوا. لو في شويه دمال في العروقات
الحائط بتاعتكم، انتوا تغوروا من البيت ده دلوقتي حالا. جرى ايه وليه انت؟ انا من رايي يا جماعه ما يغوروش دلوقتي، النهار ليه حاجات، استنوا لبكره الصبح. بقول لك ايه، ده بيتنا وهنقعد فيه براحتنا، واللي مش عاجبه بيتنا يرحل يا حبيبتي. بتقولي ايه انت يا حشره يا سرساره؟ بيتك ايه يا مو بيت انت يا مسرسره؟ انت بيتي كده بيتي انا. عايزه اقول لكم حاجه بقى يا جربوعين، انتوا المسلات بتقول اللي بيته من ازازات ما يرميش الناس بالطوب يا اماغ. اماغ يا بتاعه جماه انت، اما تعرفي تتكلمي الاول. بتكلمي انت مش ناويه تلمي نفسك يا ستي يا مشاعر اصفر انت؟ بس بس بس. انت بتقولي ايه؟ انت شايفه مامي بقطاره ولا ايه؟ ما بقاش غير انت يا حشره بتمدي ايدك عليا. فين التمثال بتاع القط الاسود؟ تمثال ايه بس يا عادل؟ اطلع. ايه ده؟ ايه ده؟ احنا انا فين؟ انت في بيتك يا حبيبي. ايه اللي جابني بيتي؟ وبعدين الدنيا كانت نهار، احنا بقينا بالليل ولا دي السحابه السودا دي؟ الحمد لله، احمدك يا رب. انت فاكر يا عادل؟ وانا كنت نسيت ايه عشان افتكره يعني؟ الحمد لله على السلامه يا حبيبي. وانا كنت مسافر، هو في ايه؟ الحمد لله. ايه يا ياسمين؟ ياسمين؟ يعني انا كده ضاع مني المصروف. مصروف ايه؟ سناء انت ايه اللي مرمطك في الارض كده؟ ايه يا جماعه انتوا غراب قوي النهارده ليه؟ الحمد لله على السلامه يا حبيبي. على السلامه يا حبيبي. 70 80 90 100 نط عليكوا الحرميه. ازيك يا رمزي؟ رمزي؟ رمزي كده هو انحف. وحمد لله على السلامة. حمد لله، انت خلاص خدت عليا يا دي عادل. انا اسف يا رموزة بيه، يعني انا تحت امرك. اهلا وسهلا. انت بص غلطاتك كترت معايا، خلي بالك للصبر نفوس. لا حضرتك، يعني اوعدك ان انا ما غلطش تاني. يعني اخبار الشغل ايه؟ شغل؟ ايه السؤال ده؟ في ايه؟ في ايه حضرتك؟ ايه اللي حصل؟ مالك يا دي عادل، في حاجة؟ مفيش اي حاجة، انا بسأل بس بطمني يعني. ايوة اصل شكلك كده متغير، يعني انت افتكرت حاجة ولا حاجة؟ افتكرت. افتكرت ايه؟ افتكرت ان انت طبعا الاستاذ رمزي وتملك 90% هنا من البازار ما شاء الله. الحمد لله، وقعت قلبي وقعت. انا بحسب بس انا ملاحظ يعني شوية تغيرات هنا في البازار. ملاحظ؟ وانا من امتى يا دي عادل باخد رايك؟ من امتى؟ بس انا يعني يا حضرتك ملاحظ ان في شويه حاجات عايزه تتظبط. تاني ملاحظ تاني حاجات ايه يا دي عادل؟ حاجات يعني حضرتك يعني لا لا لا، مفيش حاجه ملاحظها ولا حاجه، الا حضرتك تؤمر بيه انا تحت امرك يعني. خلاص خلاص خلاص، ادخل بقى خش شوف شغلك كده اهون، واقلع الهدوم بتاعت اللي انا مديها لك عشان تروح بيها قدام عيلتك دي، عشان تاخد هدومك المعفنه عشان في زباين جايه اقابلها بالهدوم دي. لا حضرتك طبعا ما يصحش. عارف حضرتك انا لاحظت كمان ورقه موجوده معايا، الورقه دي كنت عايز بس استفسر على شويه حاجات فيها. يعني بتقول اوامر الاستاذ رمزي، وان حضرتك ليك 90% وليك نص الشقه. دول حبيبي ابن عمي حبيبي، انت افتكرت دول؟ الف حمد لله على السلامه. يا سلام، انا عايزك بقى تتصل بامك في البلد عشان احتمال كبير جدا امك ما تشوفكش تاني. ليه دول ما تشوفنيش تاني؟ ليه؟ انت ناوي تعم امي؟ لا، ناوي ان شاء الله اجيب لك عقد عمل في مستشفى بتاعت ناس صحابي. بس ما تقولش يا دول، انا عرفت هشتغل دكتور. صح صح. لا هتشتغل عيان. رمزي رمزي مالك؟ انا اسف ان انا ضربتك جامد. رمزي رمزي. انا مين؟ انا مين يا دولة؟ انا مين يا دولة؟